نقاط هنقول عليها مهمة قوي ان احنا نتوقف امامها. يمكن لقطة شيكابالا وهو يهني مصطفى الحقيقة بشكل جميل جدا ويحضنه مصطفى فتحي بعد احرازه الهدف الثالث. في لقطات تانية الحقيقة عايز اقول ما عجبنيش تصريح أسامة عرابي. هذا النجم الخلوق جدا الجميل جدا، انا على المستوى الشخصي احبه قوي، لكن هو خرج الحقيقة كان عمري ما شفت أسامة عرابي بمنتهى العصبية الشديدة جدا. يا كابتن أسامة مباراة انت فزت وانت في الجهاز على الزمالك مرات ومرات، فان تخسر مرة او لم يحالفكم التوفيق مرة ما كانش المفروض تكون هذه هي تصريحاته. وقال كده انا شايف ان احنا دي احسن مباراة عملناها واحنا استحوذنا، ولكن جت كرة مؤمن زكريا كانت غيرت المباراة وكنا هنكسب، بس كان بعصبية. في الجهة الاخرى هنلاقي اسماعيل يوسف الكلام منطقي، قال حالفنا التوفيق، الحقيقة ان احنا ما كناش مستحوذين، الاهلي لعب مباراة كبيرة جدا، وبنقول مبروك للزمالك ان هو الحظ بيحالفه. مظبوط فعلا هو ده يعني معاكي. تصريحات أسامة عرابي فعلا ما كانتش يعني منطقية خالص، بيقول لعبنا احسن مباراة وكنا مسيطرين، ما شفناش الكلام ده خالص. يمكن الاهلي كان افضل نسبيا في بعض الفترات، لكن مش الشوط الاول بالتحديد يعني بعض الفترات، وما كانش برضه بالفرق الكبير يعني يمكن بعد التأخر تحديدا 2-0، واعتقد ده طبيعي لما فريق كبير زي الاهلي يتأخر 2-0 لازم ان هو يكون افضل ولازم يهاجم، والزمالك لازم يأمن دفاعيا شوية، فده شيء منطقي وطبيعي في كرة القدم. لكن هو اتكلم ان دي احسن مباراة وادينا اداء مميز، لا ما حصلش خالص يا كابتن أسامة الكلام ده، يعني واضح انك كنت بتتفرج على ماتش تاني. كل الناس شفنا لا الاهلي ما كانش كويس امبارح، كان في اخطاء من الجهاز الفني في التشكيل بدءا من التشكيل اللي بدأ بيه. اعتقد غياب علي معلول كان غريب جدا وعلامة استفهام، يعني ما حدش بيتساءل يعني اعتقد لو سألت 90 مليون في مصر كلهم تبدأ مين في التشكيل هيقول لك علي معلول. مارتينيولا الوحيد اللي خالف التوقعات دي كلها ودفع بصبر رحيل، رغم ان علي معلول كان نجم المباراة السابقة امام انبي وكان اخطر لاعب وافضل لاعب في الفريق، ويمكن حصل على جائزة مان اوف ذا ماتش او افضل لاعب في المباراة في معظم الاستفتاءات الجماهيرية وحتى من النقاد. رغم كده من اللي قعد علي معلول يرجع صبر رحيل تاني كانت غريبة شوية من مارتينيولا امبارح. شفنا برضو عمرو جمال يعني بقاله فترة بعيد عن مستواه وبيشارك اساسي، وبرضو ما كانش في مستواه امبارح، يمكن دي من علامات الاستفهام. فاعتقد مارتينيول اخطأ كتير جدا امبارح سواء في التشكيل في التبديلات، حتى بينزل ميدو جابر يعني لسه الراجل جاي بقاله يومين ثلاثة ظلمه وما متمرنش معاه، بس بيدفع بيه في مباراة صعبة وفريقه خسران 3-1. فبقولك لا يعني الجهاز الفني الاهلي كان عليه اخطاء سواء مارتينيول او الجهاز المعاون طبعا بالكامل أسامة عرابي وعظيمة. اعتقد يعني غضب أسامة عرابي ونرفزته هي ناتجة من ان هو حاسس ان في تغيير قريب، يعني هو الكلام ده مش هزيمة مباراة فقط، لا هو حاسس بالخطر على موقعه بنسبة كبيرة، هيرحل الجهاز الفني المساعد على الاقل. طبعا هو الاهلي هينتظر بطولة افريقيا دلوقتي لان الماتشات قريبة ومعترك قوي جدا، لو الاهلي خرج من بطولة افريقيا من دوري المجموعات وارد ان مارتينيول نفسه بنسبة كبيرة ممكن يرحل عن تدريب الفريق ويتم البحث عن مدرب تاني في الموسم الجديد. لو الاهلي حتى كمل بنسبة 90% هيتم تغيير الجهاز المعاون، لان حتى مارتينيول عنده اعتراض عليهم، فغالبا هيرحل أسامة عرابي ومحمد عظيمة وهينضم هاني رمزي. بس يعني اعتراض يعني مش أسامة عرابي ابدا اللي تفرق معاه ان يكون في الجهاز او خارج الجهاز، هو بيخدم النادي على فكرة حتى وهو خارج الجهاز، فما اعتقدش ان دي اللي تخليه عصبي يعني بهذا الشكل. برضه هو بيحس يعني برضه لو راح دلوقتي بحس بالفشل، يعني هتبقى تجربه فاشله برضه متسجله في السي في بتاعه، انت دخلت في الفريق وتم يعني اقالته سواء تم اقاله الكاس بالكامل او تم اقاله الجهاز المعاون، فاعتقد برضه يعني في تاريخه مش هتبقى نقطه كويسه. فهو اكيد متضايق من الحته دي وحاسس ان هو بقولك الاقاله قربت، مش موضوع هزيمه مباراه فقط، لا هي كمان هتؤثر عليه على المستوى الشخصي والمستوى المهني التدريبي بتاعه. فاعتقد هو ده السبب